يقول جوالي فيه القرآن، هل يجوز أن أدخل به دورات المياه؟ لا بس، لأن هذا ليس مصحف، الممنوع دخول الحمام بالمصحف أو ما فيه ذكر الله عز وجل من الكتاب الكتب أو المصاحف. نعم. أما الجوال وأما المسجل هذا سرير، ما فيه، ما هو مصحف. نعم. ولا فيه كتابة أيضا، ما فيه كتابة، إنما فيه صوت محبوس فقط.